فهل اليوم 10 فرص ما وافقنيش ربي؟ ان شاء الله نركزوا في الماتش الجاي باش نفرحوا جمهورنا في ثلاثه لقاءات ان شاء الله. ان شاء الله شايف الموضوع الجمهور زعلان من الكابتن ايهاب جلال رغم النهارده فيه يعني النهارده شايفين كوره كويسه. والله احنا مش عارفين يعني علاش الكابتن ايهاب انسان محترم انسان خدام الناس كلها معناها تحبه سواء لعيب مجلس. ظهر اليوم بعد الماتش الاولاني ظهر لي الجمهور كان يستنى معناها في مقابله باهية على غالب معناها نتاسفوا عليهم. اليوم ظهر لي ورينا معناها اللي احنا فرقه محترمه لعبنا ضد فرقه احسن من المحترمه معناها بيراميدز اللي دائما تمسك الفرقه الثانيه. اليوم ظهر لي المصري معناها قدم اداء كبير برشا 10 فرص ولا اكثر على غالب كره ما حبتناش ما وافقناش ربي. نصبروا على الجهاز نصبروا على الملاعبيه عندنا ملاعبيه معناها جدد جاوا لمصر يعني ريتم اخر. ان شاء الله معناها ربي يوفقنا في الماتش الجاي ونشدوا السكه ونشدوا الطريق الصحيح ان شاء الله باش نمشيوا المراتب الاولى ان شاء الله. طموحكم السنه دي بقى اللي اسمع مع طبعا اداره جديده مع صفقات ولا اروع طموحكم ايه؟ والله كل واحد يعني يخاف على مكانه يعني في 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 الميدان خاطر كما نقولوا مجموعه كبيره. اليوم اللي يحب يلعب يوري روحه اللي يحب يلعب لازم يخدم اكثر. طموحنا معناها باش نمشيو قدام باش نمشيو للمراتب الاولى باش نرجعوا المصري معناها في نرجعوا المصري للمراتب الاولى وان شاء الله مشاركه العام الجاي في الشامبيونز ليج ولا في الكاف ان شاء الله.